قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل زر ديال الجرس، ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي لكم كيف ما العادة. اليوم قبل كل شيء كنوجه واحد التحية خاصة وخالصة للإخوان اللي علقوا وداروا كومونتيرات زوينين على ذاك الفيديو، ورانا قريت كاع لي كومونتير وكنشكركم بزاف وكنحييكم، وكنشكر جميع الإخوان اللي كيساهموا معنا في هذه القناة هذه، كنحييكم بزاف، تحية كبيرة صادقة من القلب ليكم كاملين أخوتي. وبهذه المناسبة كنوجه واحد التحية لخويا عبد الواحد من هنا لسلا البحر والطبيعة، تحية كبيرة ليه، وخويا عدنان في الرباط وبلال الذهبي ما نساوهش، وخويا يونس من هنا لبروكسل، وخويا نجيم كيف ما العادة. تحية كبيرة للإخوان ديالنا، كنحييكم من هذا المنبر وكنشكركم وكنشكركم كاملين. خويا عبد الصمد من هنا لبوردو، تحية كبيرة ليك خويا، الله يحفظكم كاملين أخوتي وكنشكركم بزاف. وغادي نهضروا على واحد بعض الأسئلة بعد الفاصل، سوف نواصل. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي الرياس دائما من طنجة الغالية حتى القرقارات العالية، تحية لجميع الرياس بدون استثناء، خوتنا كاملين. أول حاجة كنشكركم الإخوان على التفاعل ديالكم وعلى لي كومونتير وعلى الناس اللي كيسولوا على الرئيس إبراهيم، راه كنقرا كل شيء حتى راه كنسول فيكم الإخوان، تحية لكم متبادلة من القلب الإخوان وشكرا لكم بزاف. وكنكرر واحد التحية الاخ عبد الواحد من مدينه سلا اللي عنده المنتدى ديال الصيد بالقصابه وعنده فيسبوك البحر والطبيعه، تنوجدوا ليه التحيه، تنرسلوا ليه التحيه. وبغيت نقول لكم الرئيس انا راني طالع لي الدم حيت ما كنتش حاضر مع الرئيس عبد الاله في ديك الكوربين، لان صراحه فرجه كون كنت حاضر فرجه يعني ما تتقدر حتى شي ثمن، خساره ما كنتش لظروف صحيه، كنت شويه عيان. الاخوان غادي نبداو بالاسئله، عندنا اليوم غادي نديرو تقريبا غير 5 ديال الاسئله باش ما يكونش الفيديو طويل. وبالنسبه للاخوان الرقم الهاتف ديال الرئيس عبد الاله راه كما القاعده راه في اخر الحلقه راه غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديال الرئيس عبد الاله. وانا غادي نقول لكم واحد الهضره في بلاصه الرئيس عبد الاله، راه اي واحد بغى يتصل بالرئيس عبد الاله ما يحشمش ما يترددش، راه ما كاين لا ازعاج لا ديرونجمو، بكل فرح الاخوان. الرئيس عبد الاله نبداو على بركه الله. على بركه الله، بسم الله. عندنا السؤال الاول من عند هشام الحداد، الرئيس هشام الحداد تيقول لك تبارك الله على الاستاذ الرئيس عبد الاله، عندي سؤال، شنو هما العوامل اللي اثرت على الثروه السمكيه في سبو ومهديه؟ واش كيحاولوا يديروا شي حلول باش يحافظوا وينميوا الثروه السمكيه من جديد؟ وشكرا. تحياتي يا الرئيس، تحياتي لك كبيره اخويا. بالنسبه اخويا لقله الاسماك هادشي راجع لبزاف ديال العوامل، اولا وقبل كل شيء عامل الطبيعه، يعني من الدرجه الاولى، لان لاحظنا هاد الايام هاد الاونه الاخيره كاع البحوره ولاو كيردموا، ظاهره ديال الرمله كتخرج بزاف لاكور، يعني ديك الرمله هي المشكل الوحيد، هي اللي اثرت على 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 الثروه السمكيه، غطات كاع المصايد، يعني ما بقاش الفندق، كان الفندق غير في الجناب، دابا خصك تضرب واحد المده باش توصل للفندق. السؤال من عند الرئيس دريس شريط تيقول تحياتي لك الرئيس عبد الاله والرئيس ابراهيم، شكرا اخي، تحيه كذلك متبادله، شكرا على الاجابه على السؤال ديالي في الحلقه السابقه. هناك سؤال اخر، هل اعرف القصبه هل هي هيبريد او تيبولير، هل هناك علامه؟ وشكرا. تحياتي خويا دريس، تحياتي. بالنسبه خويا القصبه الا كانت هيبريد راه كتكون باينه خويا، تيكون الراس ديالها رقيق رقيق بزاف، يعني كيكونوا كومبيتيسيون، هذوك اكثريه هاد الهيبريد خدامين في لي كومبيتيسيون، و حتى سميتو عليه كتكون طايحه في سميتو عليه، ف ما كتكونش مثلا عطينا من 150 350 ولا من 250، كتكون طايحه شويه، كتبقى لاكسيون ديالها من 100 160 ولا من 100 140 ولا من 80 220، كتلعب هكا، هادو هما الهيبريد وتيكونوا مميزين على التوبيلار. شكرا رئيس عبد الاله، الجواب راه كان واضح.
ندوزو للسؤال ديال الرئيس عبد المالك الريفة، كيقول لك السلام عليكم الرئيس عبد الإله، معاك الرئيس عبد المالك من آسفي، تحية الناس آسفي بالمناسبة، كيفاش نصيدو سمك الدرعي في الواد مع العلم أنه الماء ديالو شوية مصخ وكيكب في البحر يعني ملاصق معاه؟ تحياتي لكم وشكرا، انا كيعجبني المحتوى زوين ديالكم وشكرا بزاف. تحياتي لك الرئيس وتحيه الناس ديال اسفي بالمناسبه كاملين، كنحييهم وكنشكرهم بزاف على الدعم، تحياتي كبيره لهم اللي هي منبع الرياس اسفي، تحياتي وتحيه متبادله مع جميع الاخوان كاملين. بالنسبه خويا لك المشويه مصخ، انا الطعم دائما تعتمد اما على السردين ولا كابايله، ومن الاحسن دير له شويه ديال الملح. علاش ما يمكنلكش تستعمل البيوضه في الماء المصخ؟ الا كان مصخ حتى ديك البيوضه كتوسخ، ما كتبقاش عاطيه داك لا كولور ديالها. هنا الحوت كيعتمد على الشم اكثر من الرؤيه، الدرعي تيكون في داك الماء المصخ غير هو كيعتمد على الشم، حاسه الشم يعني. هنا الطعوم تكون شويه مريحه، واحد شويه تصاوب اما السردين ولا الشطون ولا كابايلا، وكترشها واحد شويه خفيفه ديال الملحه وكتصيد بها، وكون مأكد يا إما هو ولا الصنور اللي تيكونوا في هذا الماء الموسخ بجوج غادي يعطيك الطعم إن شاء الله. تحياتي لك خويا. شكرا رئيس عبد الإله، الجواب كان واضح. ندوزو لآخر سؤال الإخوان، باش هنا عندنا سؤال من عند الرئيس أحمد العموري، تيقول تبارك الله السي عبد الإله، ممكن سؤال الرئيس شحال تقريبا من متر كتلونسي فاش كيكون هذا النوع ديال الحوت؟ هو تيقصد على الكوربينة اللي شديتي الرئيس عبد الإله. تحية بعدا كبيرة لك أخويا على هذا السؤال هذا. هنا اللي كيحدد يعني شحال المسافه غادي تلونسي هو المكان اللي غادي تصيد فيه. الا كنت غادي تصيد مثلا في كوشطه بحال هذيك، يعني كتشوف كتقصد الويدان ملي تيكونوا الماء مثلا، راه فاش كتنزل شي مصيد راه كيبان لك الحفاري فين كاينين او الواد فين كاين. راه بعض المرات يكون السطح القدام ومن موراه فوندو، انت كتحاول بما امكن توصل لذاك الفوندو، يعني على بعد 100 متر ولا 120 متر ولا 150 متر. وثاني حاجه هنا اللي كيلعب دور اساسي في هذا الشيء وهما المعدات ديال الصيد. اول حاجه بالدرجه الاولى الماكينه والقصبه، اذا كانت عندك ماكينه كتخرج الخيط مزيان يعني عندها بارابور كونيك مديوره تخرج، راه ممكن توصل المسافه اللي بغيتي. اذا كانت الماكينه بارابورد على قصير وغارق راه ما تساعدكش اخويا على التخراج، وخا الواد ولا الحفره كتبان لك فواحد البلاصه اللي هي في المتناول ديالك توصل لها، ومع ذلك ما كيوصلكش الخيط. هنا حتى الماكينه كتلعب دور والقصبه كتلعب دور في التخراج ديال الخيط اخويا. تحياتي ليك اخويا، وفكره راه باينه وواضحه. كيف ما قلت لكم النمره التليفون ديالي ها هي هذه 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. مرحبا بالجميع، تحياتي للإخوان، الحلقة الجاية إن شاء الله مع شي فراجة أخرى إن شاء الله.